سلام للجميع. طبعاً آفة العنف في مجتمعنا وسط العربي صارت آفة مستشري في مجتمعاتنا وفي أوساطنا الشبابية وغيرها، ولكن للمنبر الديني دور بتوصيل رسالة اللي من خلالها بدنا نقول إنه أول شيء الإنسان الذي خلق على صورة الله وعلى مثاله، بالتالي ربنا أعطاه نعمة حياة، وهذه الحياة هي أمانة نحن مؤتمنون على رعايتها وعلى رعاية البشرية والإنسانية كشركاء مع الله في الخليقة. من هنا، من هذا المنطلق الروحي الديني الإيماني، دعوتنا لكل اللي عم بيسمعونا، كل اللي عم بيشوفونا في موضوع التقليل بل العمل على قطع أو وقف كل ظواهر العنف اللي مستشري في مجتمعاتنا. صرخة نطلقها من المنبر الكنسي، من المنبر الإيماني الديني، إنه ننظف أول إشي قلوبنا وأفكارنا ونخلق حضارة سلام، حضارة محبة، حضارة هدوء وسكين واستقرار. وأكيد السيد المسيح مش بعيد من هون على جبل التطويبات قال طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، ويمكن هاي دعوة لكل واحد فينا يكون صانع سلام، مبادر لبناء جسور أكثر من أنه يكون شريك في ما يسمى بالعنف اللي بيجي بعدة أشكال وعدة أنواع. فعشان هيك نطلقها صرخة مع اللي صرخوا قبلنا ورح يصرخوا معنا وبعدنا، أنه نظف قلبك ونظف بيتك من السلاح.